وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى، وبنية الاعتكاف في المسجد، وما زلنا في شرح صفة المخالفة للحوادث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا فكرة في الرب. هذا الحديث رواه الحافظ السيوطي جلال الدين ابن أبي بكر السيوطي الشافعي المصري في كتابه الدر المنثور، ورواه أيضا أبو القاسم الأنصاري النيسابوري في كتابه شرح الإرشاد. الإرشاد هو لإمام الحرمين، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني، له كتاب في العقيدة واسمه الإرشاد. هذا أبو القاسم الأنصاري شرحه، وفيه روى هذا الحديث: لا فكرة في الرب. ما معنى لا فكرة في الرب؟ أي أن العقل لا يستطيع أن يتصور الله. الأوهام والظنون والتخيلات لا تصل إلى الله. لا فكرة في الرب، أي أن الظنون والأفهام والتخيلات والتصورات لا تصل إلى الله، لأن الله ليس شيئا يتصور، ليس حجما كثيفا كالإنسان. ما هو الحجم الكثيف؟ ما يضبط باليد، مثل الإنسان، الشجر، الحجر، الشمس، القمر، النجوم. الشمس حجم كثيف، نعم، لكن ضوءها حجم لطيف. القمر
حجم كثيف، لكن ضوءه حجم لطيف، وكذلك النجوم. هذه اللمبة مثلا هي حجم كثيف، يعني هذا الزجاج الذي فيها أو المعدن أو النحاس أو هذه الشروط التي فيها أو ما شابه، هذا أليس يضبط باليد؟ بلى، لكن الضوء الذي يخرج منها هذا حجم لطيف. إذن الحجم الكثيف ما يضبط باليد، وأما الحجم اللطيف ما لا يضبط باليد، مثل الضوء، الظلام، الروح، الريح، الروائح، الظل، الخيال، يعني هذا يقال له حجم لطيف لا يضبط باليد، لا يضبط باليد. طيب الماء شو؟ النار. عند علماء التوحيد، عند علماء العقيدة، قالوا إن الماء يحاز باليد، مع الوقت ينساب، مع الوقت ينساب، لكن أولا يحاز. لذلك علماء التوحيد يقولون هو حجم كثيف. كذلك النار، النار تحاز إلى وقت ثم بعد ذلك تنطفئ. فإذا الحجم الكثيف والحجم اللطيف من الذي خلقهما؟ الله. الله الذي خلقهما لا يشبه شيئا منهما بالمرة، ولا بوجه من الوجوه، ولا بوجه من الوجوه. وهذه الآية في أول سورة الأنعام يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. دليل على أن الله هو خالق الأحجام الكثيفة والأحجام اللطيفة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. تذكرون في الدرس السابق كم تكلمنا وبينا عن أن السماوات أجسام صلبة ثابتة قوية، ها؟ وكم أن السماوات أصلب وأمتن من الأرض. فالسماوات أجسام كثيفة، والأرض جسم كثيف، جسم كثيف. لاحظ هذه الآية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. شو يعني الأحجام الكثيفة؟ الأحجام الكثيفة. خلينا نكمل الآية: وجعل الظلمات، وجعل الظلمات والنور. هنا في هذا الموضع جعل يعني خلق بإجماع المفسرين. كلمة جعل في اللغة لها عدة معاني، لها معاني كثيرة، لكن هنا الآن في هذا الموضع بإجماع المفسرين معناها خلق الظلمات والنور. والظلمات والنور أحجام لطيفة، الظلمات والنور أحجام لطيفة. إذن في هذه الآية الله أثبت أنه هو خالق الأحجام الكثيفة واللطيفة. وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: أنى يشبه الخالق مخلوقه، يعني لا يشبه الخالق مخلوقه. إذن انتبه معي، العقل لا يستطيع أن يتصور الله، لا فكرة في الرب. لازلنا في شرح هذا الحديث: لا فكرة في الرب. العقل أو الظنون أو الأوهام أو الأفهام أو التخيلات تتصور أشياء على ما هي عليه، وأحياناً تتصور أشياء على خلاف ما هي عليه، وأحياناً تتصور الشيء الواحد ببعض ما هو عليه من الصفات،
لكن تخطئ في باقي صفاته. يعني مثلا هلا لو أنا بقول لك إنه اليوم طلعت سيارة حديثة فيها مواصفات ومميزات بعد لم تسبق إليها سيارة أخرى، بتبلش تتخيل أنت، بتبلش تتصور شو هالمميزات اللي بهالسيارة. طيب السيارة جسم أو منا جسم؟ الجسم يتخيل، لاحظتم؟ هلا يمكن أنت تتخيل إنه شو يعني إلى جوانح؟ لا ما إلى جوانح، فبيكون أخطأت ببعض صفاتها. طيب شو مميزات هذه السيارة؟ الدواليبها، بوابها، أزازها، الآلات الحديثة التي في الداخل، بتبلش تتخيل، تصيب في بعض صفاتها وتخطئ في بعضها. ليش؟ لأن العقل يتخيل، العقل يتخيل الأشياء التي ألفها من الأجسام، من التصورات، لكن لا يستطيع العقل أن يتصور الخالق العظيم، لأنه ليس جسما كثيفا وليس جسما لطيفا. أنت إذا وقفت مثلا على شط البحر وتنظر إلى الجهة المقابلة، إلى الجهة المقابلة، وتنظر إلى الجهة المقابلة، ما الذي يخيل إليك؟ شو؟ أن السماء متصلة بالبحر. طيب في واقع الأمر السماء متصلة بالبحر؟ سبحان الله. توقف أنت على شط البحر، تطلع على الجهة الثانية في الجهة المقابلة، تطلع ومفتح عيونك ومنك نعسان ومنك تعبان وعم بتشوف منيح، ها؟ ماذا يخيل إليك؟ أن طرف السماء متصل أين؟ بطرف البحر. طيب والناس اللي واقفين بالجهة المقابلة عم بيطلعوا لعنا، يخيل إليهم، لكن الواقع ليس هكذا. فراغ واسع من البحر إلى السماء، مسافة شاسعة واسعة من البحر إلى السماء. فالبحر منه متصل بالسماء، لكن هذا شو اسمه؟ تخيل. وما كل شيء بتتخيله أنت أو بتتوهمه يكون واقعا. يعني مثلا واحد بيخاف كثير، بيرتعب كثير، بيكون جاي فايت على بيت جده، بيقولوا له جدك مات اليوم، بيخاف، بيرتعب، ببطل يفوت. كان فايت يسلم على جده، يبوس جده، شو ببلش يتوهم، يتخيل، ها؟ تجي افكار انه ميت. بصير الواحد احيانا يستوحش اذا كان الميت لحاله، اذا كان كبير، اذا كان مريض، اذا كان مشوه. احيانا الميت بيكون مشوه وليل ولحاله بالغرفه، وهذا الانسان هو بدون شيء بيرتعب، شو بيصير؟ بيتخيل له اشياء. لكن الواقع هذه الاشياء موجوده ام غير موجوده؟ يعني بيتخيل له انه اذا فات حيقوم يعضه مثلا، بس لو فات هو وحط تمه على خد جده وصار يبوسه، بحسب العادة جده بيعضه شيء هو ميت؟ إذن التخيلات والتوهمات شيء والحقيقة شيء. إذن انتبه في مسألة التنزيه والعقيدة، لا مجال للتخيلات، لا مجال للأوهام، لا مجال للظنون، لا مجال للتصورات. شو عندك؟ يقين. قال الله تعالى ليس كمثله شيء. شايفين ما أحلى العلم؟ شايفين ما أحلى الدين؟ شايفين ما أحلى الإسلام؟ شايفين ما أحلى القرآن؟ ليس كمثله شيء. خلص، شو عملت أنت؟ حصنت حالك بالتوحيد، حصنت حالك بالعقيدة، حصنت حالك بالقرآن. انتبه هلا معي، بعد هذا الحصن المتين، لو اجاك ألف ألف ظن وألف تخيل وألف تصور وألف خاطر في التشبيه والتجسيم، بترد عليهم؟ انتهى الأمر.
ليس كمثله شيء. عندنا يقين، قرآن، القرآن يقين، وهذه عقيدة الإسلام. عقيدة الإسلام، كل أهل الإسلام أجمعوا على تنزيه الله تعالى عن كل صفات المخلوقين، عن كل صفات المخلوقين. لا فكرة في الرب. شوف قدي متن هذا الحديث مختصر وكم معناه عظيم. متن هذا الحديث، لا فكرة في الرب، كم هو مختصر وكم معناه عظيم وكم هو مفيد. إذن خلينا نرجع نتذكر من قلنا روى هذا الحديث. شو نسيته؟ شرحنا منيح وبالتفصيل، وشو اسمه الكامل واسم بيه وشو اسم الكتاب؟ الحافظ جلال الدين ابن أبي بكر السيوطي، الفقيه الشافعي، المفسر، الفقيه النحوي، شو كمان؟ المصري. طيب وشو اسم الكتاب؟ شو اسم الكتاب؟ الدر المنثور. هذا كتاب تفسير، 6 مجلدات ضخمة، كتاب في التفسير، الدر المنثور. في هذا الحديث، في هذا التفسير، في هذا الكتاب روى السيوطي هذا الحديث. خلينا أنا وإياكم نحفظه، عبارة مختصرة لكن معناه عظيم كما شرحنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فكرة في الرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فكرة في الرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فكرة في الرب. نعيد أنا وإياكم 3 مرات مع بعضنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فكرة في الرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فكرة في الرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فكرة في الرب. من رواه؟ طيب مين الثاني اللي رواه؟ الإرشاد. ما هو اللي رواه؟ شارح الإرشاد هو الذي رواه. مين شارح الإرشاد؟ لا مش الجويني، الإرشاد للجويني. شارح الإرشاد أبو القاسم الأنصاري النيسابوري، هذا الذي شرح الإرشاد. الإرشاد لإمام الحرمين نعم، لكن شارح الإرشاد لمين؟ الشرح لمن؟ لأبي القاسم الأنصاري. إذن هول الاثنين العلماء اللي هن من العلماء المشاهير روايا هذا الحديث. ثم هذا الحديث، انتبهوا معي، منسجم تماما في المعنى، متوافق، وكل الآيات والأحاديث متوافقة، لكن في دقة هذا المعنى منسجم مع قول الله تعالى، وأن إلى ربك المنتهى. شو معنى الحديث وشو معنى الآية؟ الحديث اشرحناه. إذا ما معنى الآية وأن إلى ربك المنتهى؟ فسرها أقوى الصحابة في قراءة القرآن. مين أقوى الصحابة في قراءة القرآن؟ أبي، أبي بن كعب رضي الله عنه. هلا بعض الصحابة أقوى من بعض في أشياء، يعني أقوى الصحابة في قراءة القرآن أبي، أقوى الصحابة في التفسير عبد الله بن عباس، أقوى الصحابة في القضاء علي، أقوى الصحابة في الحلال والحرام مين؟ معاذ. معاذ. إذن هذا أبي بن كعب رضي الله عنه، كيف عرفنا نحن أنه هو أقوى الصحابة في قراءة القرآن؟ عرفنا من الرسول
صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الرسول حتى عرفنا هذا عنه؟ الرسول كان يكلم الصحابة فقال لهم: أقرأكم أبي، أقرأكم، يخاطب الصحابة يقول لهم: أقرأكم أبي، يعني أقواكم في قراءة القرآن. أبي بن كعب وين مدفون؟ في المدينة المنورة. طيب المقام اللي موجود في الرقة، فرج الله عن أهلها وعن كل المسلمين، هذا منه ثابت، له مقام في الرقة، مقام أبي بن كعب، جسمه منه هنيك، منه في الرقة، هو مدفون في المدينة المنورة في البقيع، في البقيع. أما عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه مدفون في الرقة، عمار مدفون، جسمه هنيك، عمار بن ياسر مدفون في الرقة. ومين كمان؟ أويس القرني رضي الله عنه. بعض الناس بيقولوا إنه له مقام في تركيا، وبيروحوا بيزوروا وبيذبحوا ذبائح، لكن هذا ليس قبرا له، الذي في تركيا منه قبر، إنما هو دفن أين؟ في الرقة في سوريا. الحاصل أبي رضي الله عنه الذي قلنا هو أقوى الصحابة في قراءة القرآن، بماذا فسر هذه الآية؟ وأن إلى ربك المنتهى. اسمعوا، قال رضي الله عنه في تفسيرها: أي الذي ينتهي دونه فكر من تفكر. العبارة واضحة، بس خلينا نحن نشرحها أكثر شوي. شو بيكون معناتها؟ أي الذي ينتهي دونه فكر من تفكر، بيطلع معناتها الأفكار والأوهام والظنون لا تصل إلى الله. الأفكار والأوهام والظنون والتخيلات والتصورات شو؟ لا تصل إلى الله. شو بيقول زنون المصري رضي الله عنه؟ مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. هذه العبارة من حيث اللفظ قالها عدد كبير من علماء الإسلام، منهم سيدنا مالك، ومنهم القطب الغوث الرفاعي الكبير رضي الله عنه، ومنهم محمد بهاء الدين الرواس رضي الله عنه. وأما المعنى فكل علماء الإسلام عليه، أخذوا المعنى، معنى هذا الكلام من أين؟ من قول الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، ومن قول الله: ليس كمثله شيء، ومن هذه الآية: وأن إلى ربك المنتهى، أي الذي ينتهي دونه فكر من تفكر، أي أن الأفكار والأوهام والتصورات لا تصل إلى الله، لا تصل إلى الله. بعدين إذا قال لك واحد اللي هن هول المعطلة والكفرة، بيقول لك: أنا ما بصدق حتى أشوف بعيني. فكيف إذا كان ما بشوف بعيني ولا بقدر أتخيل؟ عزعمه بيقول: كيف بدي آمن؟ شو بترد عليه؟ اسمعوا الجواب. أولا، تأسيس للجواب، أن يقال: ليس من شرط صحة الإيمان بالشيء أن يتصور في العقل. هذه قاعدة هرجع عيدها: ليس من شرط صحة الإيمان بالشيء أن يتصور في العقل، هذا منه شرط. واضح الكلام؟ المعنى مفهوم؟ فبتقول له: في أشياء أنت تصدق بوجودها وتقر وتعترف وما فيك تنكرها وما فيك تتصورها، ما فيك تتخيلها. بيقول لك: شو؟ كيف؟ قل له: خلينا نبلش منك أنت يا جاهل، لأنه عم نقول شو؟ معطل ينكر وجود الخالق، بده عزعمه يتصور رب العالمين وبده يشوفه بعينه، عزعمه. قل له: أنت، نبدأ بك أنت، فالرد عليك
قل له أنت فيك شيء صدقت بوجوده وأقررت بوجوده مع أنك لم تره بعينك ولا تستطيع أن تتصوره. شو هو الروح؟ الروح إذا قال لك لا أنا ما فيني روح، قل له يعني أنت والصخرة مثل بعض. طيب الصخرة إذا طحنيها بتتألم أما هو يتألم؟ الصخرة إذا ضربنا فيها المسمار الكبير والإزميل هل تتألم الصخرة؟ طيب إذا ضقينا له المسمار الكبير في أذنه في عينه يتألم أم لا؟ يعني هو في شيء بيميزه عن الصخرة. الصخرة جماد وهو من ذوي الأرواح. شو يعني من ذوي الأرواح؟ يعني له روح، من الأشياء التي فيها روح، لأنه مش كل العالم من ذوي الأرواح. لا، العالم فيه قسم جمادات وفي قسم من ذوي الأرواح والعقول وفي قسم من ذوي الأرواح بلا عقول. أما هيدا المعطل اللي عم بيقول لك ما بصدق حتى أشوف أو أتصور بعقلاتي، قل له الروح تميزك عن الجمادات، وإلا ما معنى الإحساس الذي فيك؟ ما معنى الشعور؟ ما معنى اللذة؟ ما معنى الألم؟ ما معنى الشبع؟ ما معنى الجوع؟ هلأ إذا بتجيب أنت بريق ومضغوط ومسكر وبتحشي أكل لينفزر بيصرخ بيتألم؟ أما هذا المعطل لو واحد دخلنا بريج مي عتمه وعزلي عيمه وفتح الحنفية على الأخير وتركه لتتفزر مصارينه بيتألم أم لا يتألم؟ إذن هو منه جماد، ليس جمادا. إذن بده يقر أنه هو له روح. طيب روحه التي في جسده وبين جنبيه، هل رآها بعينه؟ رآها؟ شو؟ بدي الكل يجاوب. هل رآها بعينه؟ طيب لو قعد 13 سنة تحت للحاف وانطفى الضوء وعم بيحاول يتصورها، شو بيطلع معه؟ بيقدر؟ ما بيقدر. طيب إذا قال لك بس أنا بحاول إني أتصورها، قل له إذا تحاولت مش إذا حاولت مش 13 سنة، 23 سنة بهذا المحاولة شو حيطلع معك؟ هل سيدرك حقيقة الروح؟ لا، لأن حقيقة الروح مما اختص الله بعلمه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب اسمع معي، قل له فإذا بدك تقول لا تؤمن ولا تصدق حتى ترى أو تتصور فقد جحدت روحك، أنكرت روحك التي بين جنبيك. وإذا كان أنكرت روحك فما بقى تحاسبنا إذا عاملناك إنك صخرة أو حجرة أو تنكي أو دولاب سيارة، لأنه الجماد جماد وذوي الأرواح ذوي أرواح. يقول لك لا 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 أنا فيني روح بحس، لأنه لو واحد قرصه بيتألم أم لا يتألم؟ بيتألم. لو مرض بيتألم أم لا يتألم؟ مع ذلك لا يستطيع أن يتصور روحه. وهذه الروح كم هي شيء قليل صغير في هذا الكون العظيم الواسع. طيب إذا كان هذه الروح مع أهميتها التي نعيش ما دامت في أجسادنا بها ما بنقدر نتصورها، وصدقنا بذلك وآمنا وأقررنا، فمن باب أولى أن لا تستطيع أن تتصور الخالق العظيم. هذا شيء مخلوق موجود يقر بوجوده المؤمن والكافر. الروح شيء موجود يقر بوجوده مين ومين؟ المؤمن والكافر. وما بنقدر نتصورها، ما بنقدر نتخيلها ولا بنشوفها. وحتى لما بيموت حدا قدام عيوننا
هل بنشوف الروح لما بتطلع من جسمه؟ إذا بيقول لا ما بصدق حتى أشوفه أتصور، إذن كيف تحكم أن الإنسان قد مات؟ كيف بده يحكم إذا كان ما بده يصدق حتى يشوفه حتى يتخيل؟ وقد مات ابنه، مات أبوه، مات أخوه، كيف بده يحكم أنه ماتوا مع أنه ما شاف الروح طلعت من جسمهم؟ بيستفن وبيعمل له رفوف بالصالون وبيستفن عنده بالصالون، كيف عم بيروح يدفنهم؟ كيف حكم أنه ماتوا؟ هو لم يرى الروح طلعت من أجسادهم. بيقول لك أنه لأنه ما بعض يتحركوا، أنه بعضهم عايشين، أنه لو كان بغيبوبة قدي بده يكون. بس في حقيقة شيء اسمه الموت، الكومة شيء والغيبوبة وغطع قلبه وصارت له نوبة، كل هيدا مراحل، لكن في شيء يقين اسمه الموت ويقر به المؤمن والكافر أيضا. وإلا وين زعمائهم؟ ليش دافنينهم؟ وين آبائهم؟ وين أهلهم؟ وين قبائلهم؟ وين عشائرهم؟ أين هم؟ يقرون بأنهم ماتوا ودفنوا، ودفنوا. طيب إذا كان هذا الشيء الواحد من جملة هذا الكون العظيم صدقت بوجوده واعترفت مع أنك لا تراه ولا تستطيع أن تتصوره، فكيف تريد أيها الجهول أن تتصور الله بعقلك على زعمك؟ هذا جواب. جواب تاني، ما هو عم بيقول بده يتصور بعقلاته، قل له ليش أنت فيك تتصور عقلاتك بالأول؟ عقلاتك، عقلك أنت، هل رأيته بعينك؟ بيقول لك لا. قل له فيك تتخيل شو هو عقلك؟ أين محله القلب؟ يعرف هو أين محل العقل؟ الله قال لهم قلوب لا يفقهون بها، قلوب. أما اللي فوق بالرأس هذا شو اسمه؟ الدماغ. شو بيقول بعض العلماء؟ وظيفة العقل بين الدماغ والقلب، بين الدماغ والقلب. اسمع وانتبه، هذا اللي عم بيقول لك ما بصدق حتى اشوف بعيني وحتى اتخيل بعقلي، قل له هل رأيت عقلك في جسدك، في قلبك وعقلك او متصلا بينهما؟ هل رأيته؟ رأى عقله؟ لم يرى. هل يستطيع ان يتخيله؟ إذا كان ما قادر تتصور عقلك ولا قادر تتخيل عقلك ولا شايف عقلك، كيف على زعمك بدك تشوف رب العالمين على زعمك؟ أيها الكافر، أيها المعطل الذي تقول لا أصدق حتى أرى بعيني، وهذا عقلك صدقت بوجوده وأنت لم تره بعينك. بيقول لك الدماغ هذا عقلي، قل له يعني البقرة عقلتها أكبر من عقلتك؟ لأن البقرة إلى دماغ، الدماغ شيء والعقل شيء آخر. إذا قال لك عقلي يعني الدماغ، وهذا بنقدر نشوفه بالعملية الجراحية ببين، وبالصور ببين، وبالأم أر آي ببين، قل له لا 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 لا، اللي ببين هو الدماغ مش العقل، الذي يرى في التخطيط والتصوير وعند شق الرأس في الجراحة. ما الذي يرى؟ الدماغ. اسمع معي وانتبه، الفيل قديه دماغه كبير؟ الفيل، لكن هل له عقل؟ شوفوا العصفور قديه حجمه، شو بيعمل بعيون الفيل، سبحان الله. شوفوا العصفور قديه بيقعد على أجفان الفيل وبينقر له بعينه، سبحان الله. لو كان الفيل له عقل كان مكن العصفور من ذلك؟ العصفور بهيمة صغيرة، وقديه الفيل ضخم من حيث الحجم بس ما له عقل، كمان بهيمة. فاللي بتشوفه أنت هو الدماغ، الفيل دماغه كبير، البقرة دماغها كبير، لكن هل لها عقل؟ طيب مثال آخر غير البهائم من البشر، المجانين. المجنون له دماغ، بس ليش عم بتقول مجنون؟ ما له عقل، سبحان الله.
آمنت بالله. ما هو اسمه بشر وإنسان، بس شو عم بتقول؟ مجنون وله دماغ. إذن الدماغ مش هو العقل، الدماغ ليس هو العقل. فبتقول له عقلك ما قادر تشوفه ولا قادر تتصوره، فكيف عزعمك بدك تتصور رب العالمين والعياذ بالله؟ والله يقول وأن إلى ربك المنتهى، أي أن العقول والظنون والأفهام والتصورات والتخيلات لا تتوصل إلى أن تتصور الله، ولا تستطيع أن تتخيل الله، لأن الله ليس شيئا يتصور في العقول، لأن الله ليس حجما كثيفا وليس حجما لطيفا ولا شبيه له، وهو الخالق والخالق لا يشبه المخلوق. المخالفة للحوادث، بعدنا عم نشرح في هذه الصفة. العقل لا يستطيع أن يتصور كل ما في هذا الكون. ذكرنا بس مثال الروح والعقل، بس قديه في أمثلة بعد بالكون ما بيقدر يتصورها العقل. طيب خلينا نطلع شوي في الأدلة. الجنة، اسمع وانتبه، مش مخلوقة؟ الجنة مخلوقة، وما فيها شو؟ مخلوق. رب العالمين ماذا قال؟ أعدت للمتقين. أعدت يعني موجودة، يعني مهيئة، يعني مخلوقة. والرسول عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج قال رأيت الجنة ودخلتها، ودخلتها يعني موجودة بلا شك. القرآن والحديث والإجماع على ذلك. اسمع معي، أول نقطة اتفقنا أن الجنة مخلوقة، وأن ما فيها مخلوق، وأن الرسول رآها ليلة المعراج، ما هيك؟ اسمع، قال الله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قديه في بشر من بداية الدنيا إلى أن تفنى الدنيا ما استطاع كل هؤلاء البشر ولن يستطيعوا أن يتخيلوا ويتصوروا كل أنواع النعيم وتفاصيلها في الجنة. نعم نعرف أنواع كثيرة وبنقدر نحكي عنها وعاطين دروس إذا مذكرين، ماذا يأكلون وماذا يشربون وماذا يلبسون وكيف تكون أشكالهم وطولهم وأنواع كثيرة من النعيم، بس عن شو عم نحكي؟ كل أنواع النعيم وكل تفاصيلها، هل نستطيع أن ندرك ذلك؟ طيب الله أخبرنا عن الجنة وعن نعيمها أم لا؟ وقوله حق وصدق، وبتصديقنا لله كأن الجنة صارت أمام أعيننا، لأننا صدقنا قول الله، لأن الله تعالى أخبرنا عنها. طيب اسمع، هذا مخلوق، هذا مخلوق وما قادر أنت تتصور كل شيء فيها الجنة. طيب شيء تاني، أليس قال الرسول عن سدرة المنتهى بها من الجمال ما لا يستطيع شو أحد من خلق الله أن يصفه؟ يجاوبوا عن هالأسئلة وهو الأشياء مخلوقة، سدرة المنتهى مخلوقة، والجنة مخلوقة، والروح مخلوقة، والعقل مخلوق، وأشياء كثيرة بعد وما بتقدر تتصورها كما شرحنا في عقلك. فمن باب أولى أنك لن تستطيع أيها العاجز أن تتصور الله بعقلك الصغير الضعيف. شو يعني وأن إلى ربك المنتهى؟ فهمنا معناها؟ هذا هو، أي أن الأفهام والأوهام والتصورات والظنون والتخيلات لا تصل إلى الله، لا تصل إلى الله. ثم اسمعوا معي، من الأدلة العقلية
على معنى المخالفة للحوادث من الأدلة العقلية التي قررت وكررت مرارا أن الخالق لا يشبه المخلوق. اسمع معي، لو أنت إجا لعندك واحد، لو إجا لعندك واحد وقال لك تعرف مين صنع هيدي التريا اللي هون؟ تقول له مين؟ بيقول لك ظهرنا بعد العشاء ما كان في إلا هول اثنين، جينا على الفجر شفناهم مقربين لهون وعم بيشتغلوا، يروح يجيبوا ازاز ونحاس وكهرباء وشرايط وتوصيل وجنزير، ووصلوها وركبوها وجمعوا الازاز ورتبوه وزينوه. هيدي التريا هي اللي ركبت هالتريا، وهي اللي صنعتها، وهي اللي علقتها، وهي اللي عملتها. هل عقلك يقبل هذا؟ لا. هذه لها إرادة؟ لا. لها إرادة؟ لا. لها علم؟ لا. لها اختيار؟ لا. لها قدرة؟ لا. لا. إذا كان عقلك لا يقبل أن يكون هذا المخلوق صنع مخلوقا، كيف يقبل عقل هؤلاء الكفار أن يكون المخلوق كالخالق؟ إذا كان عقلك ما بيقبل يكون مخلوق صنع مخلوقا، مخلوق، العقل لا يقبل أن يخلق مخلوقا، كيف تقبل عقول هؤلاء أن يكون المخلوق كالخالق؟ أن يكون الخالق كالمخلوق يعني ضعيف وعاجز. إذا وصفوا الخالق بصفات المخلوق يعني وصفوا على زعمهم المخلوق بصفات الخالق. فهمتوا كيف؟ يعني لما يقولوا هذا الشيء الذي نتخيله ونتصوره القاعد على العرش هو إله، يقال لهم هذا جسم، فكيف أثبتتم لهذا الجسم الذي أنتم ما رأيتموه إنما تخيلتموه، كيف أثبتتم له الألوهية؟ والجبل أمامكم ترونه وهو جسم كبير ضخم واسع طويل عريض وفيه من المنافع الشيء العظيم، فهل تثبتون للجبل الألوهية؟ لك لا، هي جبل؟ كيف بدي أقول عن الجبل إله؟ قل له كيف قلت عن جسم أنت ما شايفه أنه إله قاعد فوق العرش؟ كيف تقول عن جسم ادعيت أنه فوق العرش؟ تزعم أنك تتخيله قاعدا على العرش؟ كيف يكون هذا الجسم إلها وأنت ما رأيته، والجسم الذي رأيته لا تقبل أن تقول عنه إله؟ هل هذا يقول به عاقل؟ يرضاه عاقل؟ يرضاه مؤمن؟ لا. إذن الخالق لا يشبه المخلوق ولا بأي وجه ولا بأي صفة، لأنه لو أشبهه بصفة لجازت عليه بقية الصفات. واسمع معي، الذي يعتقد أو يقول في جسم يتخيله فوق العرش أو في السماء أو في الفضاء إنه هو الإله، فقد جوز الألوهية للمخلوق وللجسم، وأي الجسمين أولى بالألوهية بزعمك من الآخر؟ لما تقول جسم واثنين وثلاثة وأربعة يعني كلهم مخلوقين، ولما تقول جسم وعشرين وألف ومليار يعني كلهم مخلوقين، كيف بده يكون هالجسم إله دون الآخر أيها الجهول؟ ليس أحدهما أولى بالألوهية من الآخر، كلاهما مخلوق، كلاهما مخلوق. إذن الإله لا يتصور في البال، الإله لا يتصور في العقول. ماذا قال الرسول؟ لا فكرة في الرب. عيدوا ثلاث مرات لو سمحتوا. ومن هنا ثبت بالأدلة النقلية السمعية وبالأدلة العقلية أن الله ليس جسما بالمرة ولا يتصف بصفات الأجسام. فهذا العالم وهذه المخلوقات فيها اتصال وانفصال. شو شرحنا بدرس مبارح مذكرين؟ تنزيه الله عن الحركة الدائمة وعن السكون الدائم
وعن الحركة مرة وعن السكون مرة أخرى، ما هيك؟ اليوم ننزه الله أيضا عن الاتصال والانفصال، لأن الاتصال والانفصال من صفات الأجسام. انتبهوا معي وركزوا، هذا يقال له اتصال وهذا يقال له انفصال، وشيء آخر كلكم يعرفه، شو هو؟ كلنا الآن متصل بالأرض منفصل عن السماء. طيب، طريقة تانية، ملائكة السماء متصلون بها منفصلون عن الأرض. طيب، طريقة ثالثة، الشمس والقمر والنجوم والغيوم منفصلة عن السماء وعن الأرض، منفصلة. لما نقول منفصل خلص يعني مخلوق، وإذا قلنا متصل يعني مخلوق، وإذا قلنا متصل ومنفصل يعني مخلوق. ماشيين معي؟ ركز وانتبه. فإذا قيل الله مباين لجميع خلقه، مش معناته منفصل عنهم، لا، مباين أي غير مشابه. شو معناته أنه مباين لجميع خلقه؟ غير مشابه لهم، غير مشابه لشيء من المخلوقات بالمرة. أما ما تزعمه الوهابية يقولون المباينة معناها الانفصال، فيقولون هو فوق العالم حيث لا مكان، منفصل عنه، وهذه المباينة على زعم. كيف بتردوا عليهم؟ عندما أثبتوا له الانفصال جوزوا عليه الاتصال. شفتوا قد ايه سهلة؟ مش قلنا الاتصال والانفصال من صفات الأجسام؟ يعني ما يهولوا عليكم، ما تخافوا، لو اجوا وتفطأوا قدامكم بعبارات يفزعوكم فيها، هو فوق العالم على زعم، حيث لا مكان، مباين للخلق، منفصل عنه عن العالم، ما تخافوا، قولوا لهم هذا تشبيه لله بخلقه، لأن الاتصال والانفصال صفة من؟ لما يقول لك خارج العالم وفوق العالم بالمباينة من غير اتصال مع الانفصال يعني هو مخلوق. ليه بتعرف؟ لأنه المنفصل عن العالم بالمسافة يحتاج إلى من خصصه بهذا الانفصال بدل الاتصال، ويحتاج إلى من خصصه بالمسافة التي هو عليها إن كانت قريبة من العالم أو وسط أو بعيدة، فالذي هو على صفة دون أخرى يحتاج إلى من خصصه بهذه الصفة بدل غيرها، والمحتاج إلى مخصص مخلوق، والمخلوق لا يخلق، والله خالق، فلا يتصف بالانفصال ولا بالاتصال. نرجع بنعيد، ركزوا معنا، لما يقولوا الله منفصل عن العالم جعلوه محتاجاً إلى من خصصه بالانفصال بدل الاتصال. طلعوا هلا على إيدي، هذا شو اسمه؟ اتصال. هذا شو اسمه؟ لما يكون جسم هون وجسم هون، إما أن يكون بمسافة قريبة أو وسط أو بعيدة، ما هيك؟ والذي يكون بهذه الصفة لا يكون خالقا لنفسه، لأنه جسم مخلوق، يعني محتاج إلى من خصصه بهذا الانفصال وبهذه المسافة بدل غيرها، والمحتاج لمن يخصصه عاجز يحتاج إلى من خلقه، والعاجز لا يخلق، والعاجز لا يكون إلها للكون، فخالق الكون ليس عاجزا وليس متصلا وليس منفصلا، ووجود العالم دليل حسي على وجود الخالق، وأن الخالق الذي أوجده لا يشبهه بوجه من الوجوه، لا بالاتصال ولا بالانفصال ولا بغير ذلك من الصفات. هذا معنى المخالفة للحوادث.
الاتصال والانفصال صفة الأجسام، الاتصال والانفصال صفة الأجرام. نحن نحتاج إلى هذه الأرض ونحن متصلون بها. لو كان الله تعالى متصلا بشيء لكان محتاجا إلى من خصه بذلك، والاحتياجية تنافي الألوهية، والاحتياجية تنافي الألوهية. إذن شو معنى المباينة؟ أنه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال، يعني غير مشابه، يعني لا يشبه شيئا من كل مخلوقاته بالمرة بالمرة. ثم انتبهوا معي، الذي يتصف بالاتصال والانفصال هذا حادث له بداية، الذي يتصف بالاتصال والانفصال حادث، وإذا جوزوا الحدوث على الله فقد صححوا قول من قال إن امرأة وصلت إلى الله وباشرها فولدت منه المسيح. وهل هذا يقوله مسلم؟ إذن ما الذي ثبت؟ أن الله منزه عن الاتصال والانفصال. إذا جوزوا عليه الانفصال جوزوا عليه الاتصال، وإذا جوزوا عليه الاتصال فبماذا يردون على قول من يقول إن الله اتصل بمرأة بامرأة وولدت منه؟ لا لا لا، ما أنتم عم بتقولوا متصل ومنفصل، وهؤلاء يقولون اتصلت به امرأة وولدت منه، يعني أنتم وإياهم بخانة واحدة. تشبيه وتجسيم ونسبة العجز إلى الله والاحتياج والحدوث. فما الذي ثبت حقية وصدق عقيدة أهل السنة والجماعة؟ نصرهم الله وأيدهم أن الخالق العظيم لا يشبه شيئا من مخلوقاته. فهمنا معنى الآية؟ وأن إلى ربك المنتهى. والحديث لا فكرة في الرب.